مشهد الصراعات في لبنان ما بين الاحتجاجات والطائفية ومخاوف من انزلاق الأزمة إلى منحدر الفتن. فبعد تصاعد التوتر الذي شهدته مناطق في العاصمة بيروت من رفع شعارات طائفية وصولاً إلى إطلاق النار في تجمع بين مناصرين لتيار المستقبل وآخرين لمناصرين لحزب الله وحركة أمل، برزت تحذيرات عدة من الداخل السياسي اللبناني من خطر وقوع عنف طائفي. فوفقا للرئيس اللبناني ميشيل عون، فإن جرس الطائفية الذي قرع في بيروت يجب أن يكون جرس إنذار للجميع للنهوض بلبنان بعد الأزمات المتوالية عليه. رئيس الوزراء حسان دياب من جانبه أدان بأقوى العبارات كل الشعارات الطائفية. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أعلن في بيان رفضه أحداث بيروت الأخيرة، محذراً من أن الفتنة أشد من القتل، واصفاً أي فعل يستهدف وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم بأنه فعل إسرائيلي. بينما كانت ردود الفعل من الجهات العسكرية متمثلة بقيادة الجيش بأن ما حدث وسط العاصمة من اشتباكات أدى لإصابة عدد من عناصر الأمن، أمر من شأنه أن يجر لبنان إلى منزلق خطير يستوجب الحذر من مغبة الانجرار وراءه. روان حمزة، العربية.